إسماعيل صبر بهيئة أليك يا رب. ناس عروسة دارسة وحضرة تاج على راسها خضر خالها وفكرات خالها وسكولاها وما بتهيف عليه. ولا إسماعيل هما مكبر وقت عشية تروح ديك الذهبية عند شارها داك شعاها والسر والهم عليه. وطيار تسبح فوق المنابر وقت يخرجوا الغيب تيسكنوا صربة خلاف صربة وعلى باب الشديد وعلى ديوان خضر النص على صار وسيدي سعيد يرموا تفجيجة على الصهيبة العوالم غادية بالصادة والصيد تبني حلوة يبلاها والعشيرة تيهو عليه. الكناس أرض الصواح والغنادر واللي لدو يروحوا واللي عاد يجي البيت وراح معاها يجيها ولا تجي. يغلبوا لينا في بساط ظاهر بالحسد العجيب طالب مولانا في قريب جمعني بحبابي مع صحابي ضربني بالنصيب تلاقي جايين في بلاد الناس مازال ما قطعت ياس. أيا زين نادر الله الزين والبها والحسد لايتها والزين صافي بيشبهوا الناس. جاتنا المؤسسة ديالنا لهذا المعرض باش نشوفوا هاد المنجوجات ديال الخشب اللي كتمتاز بها مدينة مكناز وهذا الشيء زوين وعجبنا بزاف. معرض الخشب باش نشوف الصناعة التقليدية المغرب وخصوصا النقش على الخشب وانا عجبني هذا المعرض بزاف. انا جيت للمعرض فرحان وشفت هذا الشيء عجبني بزاف وكنشكر المؤسسه ديالي اللي جابتني. شكرا. انا فرحان جيت للمعرض نشوفه وعجبوني هذه المنتوجات شفت بزاف ديال الحوايج تنشكر مؤسسه النمو اللي جابتنا لنا. السلام عليكم. انا فرحانه اليوم اللي انا جيت لهذا المعرض ديال الخشب باش نشوف التقاليد المغربيه اللي كاينه في البلاد وشكرا للمؤسسه اللي جابتنا لهنا وشكرا للمنتوجات اللي هنايا. Daddy.